ايوه خانكها، صوابعه من هنا كانت معلمه فيها كده. بصماته موجوده؟ التقرير الطبي الشرعي قال بصماته اكيد موجوده. اكيد طب انا موجود. دلوقتي معايا على التليفون المحامي اللي ماسك القضيه، الاستاذ سالم علوان، محامي القضيه ومحامي الضحيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ سالم، عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا. استاذ سالم معلش انا عايزه باختصار وتخش في الموضوع على طول. ال 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 تفضل. ال في التقرير الطبي الشرعي ايوه مثبت ان هو خلاص هي القضيه لابساه، في بصمات موجوده ليه في، ولا القضيه مش لابساه لا لا، لسه؟ القضية يا فندم ما زالت علي في صوتك التحقيق في معلش مش النيابة سامع العامة. حضرتك خالص. القضية يا فندم ما زالت في التحقيق دلوقتي في النيابة العامة. ما زال المتهم محبوس احتياطيا على ذمة القضية. بس وما القضية زال بقى لها حتى 10 شهور يا أستاذ سالم. أيوة يا فندم، ما زالت طي التحقيق في النيابة العامة لإرفاق التحريات النهائية للمباحث. لإرفاق تحريات المباحث، وكان آخر قرار فيها سماع شهود، تم سماع الشهود. اما يعني الادله اللي موجوده في الدعوه كلها كافيه لتقديم المتهم للمحاكمه باذن الله رب العالمين. الأدلة اللي موجودة في موقع الحادث هل في حاجة تدينه؟ طبعا يا فندم. ايه بقى؟ اولا تقرير الطب الشرعي المرفق بالاوراق قال ايه؟ تم تقرير الطب اثباته، الشرعي؟ يمكن تقرير الطب الشرعي ان الوفاه نتيجه اسفيكسيا الخنق. وان من ناحيه التعدي الجنسي الحمد لله ثبت ان هي لم يتم التعدي عليها جنسيا. وهو لا يخرج الامر عن احد احتمالين، لان الثابت فيها ان اهليه المجني عليها اللي هم حاضرين مع حضرتك دلوقتي قالوا ان بالحرف الواحد ساعات ان في حاجات مسروقه من اللي هو القرط الذهبي بتاعها او الذهب بتاعها خاتم او كذا. كل ده بيؤكد ان الواقعه دي كانت في المقام محاوله اغتصاب قومه الضحيه، قومه اثناء التعدي. ده الكلام اللي مكتوب في تقرير الطب الشرعي. هل في حاجه بتدينه؟ بصمات ليه موجوده او حاجه لا بتدينه في لا شخصه، ولا انت مش عارف معروف حضرتك. مين؟ لا 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 لا، تقرير الطب الشرعي انت عارف حضرتك ان هو بيبقى تقرير بتاع الطب الشرعي الميداني بيقول ان الوفاه دي نتيجه عنف جنائي ولا وفاه طبيعيه؟ لا ليه معلش، التقرير بس بيقول ان كمان لو في بعد كده بيروحوا بيعينوا موقع الحادثه وبيشوفوا اذا كان هو كان متواجد معاها ولا لا، في حاجه بتدينه ولا لا، ما بصماته فيش موجوده ولا لا. يا فندم عشان بس في حاجات معينه كمان في التحقيق احنا يعني بنحافظ على سريه التحقيق فيها. طب ماشي، انت فالمفروض عايز ان هي ما تحافظ على تعلنش. سريه التحقيق من حقك. انا بقى عايز اعرف الموضوع هو لابسه ولا مش لابسه؟ يا فندم. الادله الادله بالنسبه ضده، هو الادله كلها ضده ان الادله شاء الله رب قويه ولا العالمين. ادله ضعيفه؟ والله الادله كلها حتى الان قائمه على الشهود كلها استنتاج وتحريات المباحث. اما المتهم ما اعترفش، لم ما انا يعترف. عارفه انه ما اعترفش، هو مش عايز يعترف. المتهم لم يعترف. كان بيقول ان هو باستجواب متواجد فين الواقع. في فتره في وقت وقوع الحادثه؟ بيقول ان هو كان متواجد فين؟ هو ما اداش مبرر مقنع في الاوراق ان هو كان متواجد فين. يعني ما قالش هو كان موجود، ما اثبتش انه موجود في حته تانية؟ لا 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 لا، لم يقدم يعني لم يقدم دليل مين على ان هو المحامي كان اللي ماسك له متواجد القضيه فين. يا استاذ سالم؟ نعم. مين المحامي اللي ماسك له القضيه؟ والله اعتقد ان هو زميل من كفر الشيخ طبعا، ما يعني كل جلسه بيتردد محامي في القضيه بيحضر، لانه تردد على القضيه دي اكتر من 3 محامين او وهو 4. على مدار ال10 شهور محبوس مظبوط؟ على من اول من اعتقد على طول عقب الواقع بيومين او حاجه تم القبض عليه ومحبوس احتياطيا على ذمه. ولا خرج بكفاله ولا اي حاجه؟ لا 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 لا. طيب هل تتوقع لا. انه ان شاء الله هياخد اعدام ولا ايه؟ ولو هياخد اعدام أي ليه الموضوع طول؟ حضرتك اي حديث طالما القضيه في طي في النيابه العامه وفي المحاكم يمتنع علي حتى ان انا انوه او اشير الى العقوبه ايه او القضيه ماشيه ازاي. طيب انا